الاسبوع ده بنحتفل بذكرى الفنان الجميل الراحل الفنان روجي اباظة. الفنان روجي اباظة ما فيش حد من المحيط للخليج ما بيحبهوش، غير كده كمان ما حدش يقدر ينسى اعماله. احنا قابلنا منيرة اباظة اخت الفنان الراحل رشدي، واللي هتقول لنا تفاصيل واسرار شخصيه وحصريه لينا احنا بس عن الفنان الراحل رشدي اباظة. دايما يعني في الذكرى بتاعته بنعمل له حاجه، يعني انا السنه اللي فاتت عملت له احتفاليه كانت في نادي اللاينز، وكانت احتفاليه الحقيقه وتكريم كان هايل. يعني السنه دي لحد دلوقتي الحقيقه لسه يعني بنعد حاجه، يعني او انا بعدله حاجه يعني، فان شاء الله يوم الذكرى بتاعته يبقى حاجه كويسه يعني هنعلمكم بيها ان شاء الله. عمل افلام كتيره جدا وافلام كتيره ناجحه والناس كلها بتحبها. يعني عايزه اقول لك مثلا انا بالنسبه لي فيلم الرجل الثاني كان ليه شخصيه مميزه، يعني كان طالع الشخص الشرير عكس مثلا فيلم صغير على الحب كان طالع الولد المخرج اللذيذ اللي هو دون جوان. فرشدي ليه عده افلام مش قادره اعدلك ايه ولا ايه ولا ايه، هي افلامه كلها طبعا رائعه، كل فيلم اتقنه بطريقه، يعني رشدي كان بيعيش الدور. يعني مثلا اقول لك عمل دور الصعيدي في صراع في النيل، عمل دور الباشا في بيتنا رجل، عمل لا سوري مش في بيتنا رجل، اللي هو شيء في صدري، شيء في صدري. فحق رشدي متعدد الالوان متعدد الشخصيات، وكل دور كان بيعمله كان بيعيش فيه لدرجه انك لما تقعد تتفرج عليه لا يمكن تتخيل انه بيمثل، يعني بتقول هو دي شخصيته الحقيقيه. بس اكتر شخصيه لرشدي هي صغير عن حب، الجمهور هو اللي لقبه بالدون جوان، بس هو فعلا رشدي كان دون جوان. هو كان دون جوان فعلا، اي حد بيقول عليه سواء راجل ست اي حد، رشدي كان راجل بمعنى الكلمه فعلا. اولا كان يحترم الناس جدا جدا، يعني الكاست اللي بيشتغل معاه يحترمهم جدا جدا، يحترم الست جدا جدا، هو احترام. يعني هو الناس بيقولوا رشدي اباظة دون جوان اللي هو بيعاكس الستات، لا رشدي كان يعرف ازاي يتعامل مع الستات، يعرف ازاي يعني عايزه اقول لك مثلا ايه، ازاي الست ممكن لما يبقى داخله ست وهو قاعد لو في وسط مليون واحد لازم يقف لها ويقعدها. فرشدي الحقيقه كانت شخصيته يعني كان عنده كاريزما جامده جدا جدا، وما زالت الكاريزما دي لحد دلوقتي عايشه في قلوب الشباب والصغيرين والكبار. يعني انا بلاقي مثلا 7 و8 سنين لا يمكن اتخيل انه ممكن يكونوا بيحبوا رشدي او فاكرينه، بتفاجئ بانهم يعني لما يشوفوني حضرتك اخت رشدي. فعلا رشدي كان عنده كاريزما فظيعه، رشدي كان ليه موقف كوميدي مش قادره انساه، ان هو بيعض ممكن الكلب، يعني المفروض الكلب بيقعد، لا رشدي كان يمسك الكلب، هو كان بيعشق الكلاب طبعا ويحب الكلاب الكبيره اللي هي الكلاب الولف، فكان مثلا يجي عاكس هو الكلب كان يمسك الكلب يعض الكلب يجري منه يستخبى ويجري منه. رشدي عمره ما عمل فيلم وطلع بيه بفلوس، عمره يعني رشدي كان يخلص الفيلم من هنا يخلص الفيلم هو وفلوسه، يعني كان اذا مسافر يعزم الكاست اي حد محتاج اي حاجه يديها له. لا رشدي كان كريم جدا جدا جدا، وفعلا دي مظبوطه، يعني الله يرحمه استاذ حسن مصطفى كان معاه حق، فعلا رشدي كان عنده كرم غير طبيعي. رشدي اتجوز مين؟ اتجوز ساميه جمال فنانه، واتجوز صباح وتحيه كاريوكا. تحيه كاريوكا اتجوزها كان صغير، ساميه جمال حبها فعلا، يعني اكتر واحده عاشت معاه فتره كبيره كانت ساميه جمال، حبها فعلا من كل قلبه. يعني الله يرحمك يا رشدي اخويا وابويا، وحشتنا جدا جدا جدا، بس انت ما زلت عايش في وسطنا وعايش في قلوب الناس، والناس بتحبك وكانك لسه موجود، يعني لسه ما رحلتش عنك.